اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده على المستوى الشخصي اعرفه كويس قوي من خلال المعسكرات الطويله اللي كنا بنعيشها مع بعض. وبالمناسبه دمه خارج الملعب دمه خفيف جدا وليه مواقف ومقالب كتير في المعسكرات. اول مباراه ليه مع النادي الاهلي في اول 90 دقيقه كانت بطوله. في خلال 5 سنين مع النادي الاهلي حقق 13 بطوله مع النادي الاهلي، ده وهو لاعب. على مستوى التدريب تولى فريق 13 سنه 14 سنه واخد معاهم البطوله، والسنه دي في تحدي جديد مع فريق 2001 فريق شباب النادي الاهلي، كابتن معتز اينو اللي بنرحب بيه في برنامج الاشبال. منور يا اون حبيبي يا اوس. ايه الاخبار؟ وحشني والله. اخبارك ايه؟ كله تمام. سعيد ان انا موجود معاك وبشكرك طبعا وبشكر فريق الاعداد كله والدكروري مظبطني وعامل تقرير كل فريق الاعداد كل فريق الاعداد طبعا يعني عشان ما انساش حد ويعني مبسوط وعلي توحيد طبعا مبسوط بالتقرير وحاجه مشرفه جدا، وده مش حاجه جديده عليك ولا على قناه النادي الاهلي، وانا ببقى سعيد جدا لما اجي في بيتي هنا في قناه النادي الاهلي. يعني معتز اينو اللي كان معنا في المعسكرات اللي دمه خفيف اللي كان دايما قبل حتى المباريات المهمه واحنا رايحين نلعب برشلونه وما ادراك ما برشلونه حتى المباريات النهائيه ودمه خفيف والمقالب، دلوقتي بقى مدرب وبهزر برضه وبنهزر مع الفرقه برضه لازم انت عارف ده بيبقى طبع ولعيب الكوره دايما لو تنشن قوي بيبقى الموضوع صعب. مره انا تنشنت وانا بلعب تنشنت جامد جدا وعملت بقى فيها ومركز واتغيرت بقى في الدقيقه 27 يعني وانا مركز ده ماتش برشلونه البدايه على طول. دي قعدت فتره شويه صوره ميسي دي ترند كده عند الناس وعلى الفيسبوك وكده ده طبعا يعني اي حد يتمنى اللي هو يلعب ضد ميسي، ودي كانت يعني شرف لاي حد يعني. اي نعم خدت كوبري في الماتش ده منه بس وسام على صدري ان انا اخد كوبري من ميسي في السي في خلاص. طبعا انا كنت موجود في المباراه دي، انت رحت له بعد المباراه رغم ان هو كان زعلان وكنت عايز تغير التيشيرت معاه وما رضيش السيد. لا احمد السيد ما حدش خالص، ما حدش خد التيشيرت بتاعه خالص. احمد السيد خد بتاع بيول، انا خد ساعتها بتاع سيدو كيتا وهو من كتر الضرب اللي انا قعدت اضربه له في المباراه يعني هو كان طالع متضايق يعني، بس انا رحت له بعد الماتش وقابلته وتصورت معاه، بس هو شخصيه محترمه جدا يعني. بس من احسن الماتشات اللي يعني اللي انا عملتها يعني بس فانا كنت سعيد اللي انا. طب اللقطه كنت بتقول له ايه؟ كنت بقول له وط وط وط. هو انا كل كوره كان حتى في المحاضره اول ما كابتن حسام بدري قال لي انت هتلعب على ميسي، فاللعيبه كلها قعدت تبص. فاكر انت حسام عاشور قعد يسخنني قال لي انت هتعمل معاه ايه ده يعني ده بيمرمط لعيبه اوروبا مش هيعمل معاك انت ايه. فده كان اسلم حل اللي انا كل كوره قبل ما يستلمها اللي انا يعني اخش فيه جامد لازم اعمل فاول يعني عشان انا لو ما عملتش فاول مع ميسي هيبقى الموضوع صعب بالنسبه لي هيرقصني وهيعدي مني طبيعي. فانا كل كوره يعني كنت بضربه بتعمد اللي انا اضربه لدرجه اللي هو اخر مزيه بقى راح مكمل فيها في كوره كده فبيبص لي طبعا اللي هو فاهمني ولا انا فاهمه، فانا هو ما بيتكلمش انجليزي فانا لقيته بيبص لي قوي بيزعق فانا طبعا مش فاهم، فرحت راجع له قلت له وات وات. بس فهي الناس بقى خدتها ترند يعني وبتاع فكانت حاجه حلوه يعني. عايزين نروح نتكلم بقى عن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن معتز اينو السنه دي في تحدي جديد، هقول 2001 يعتبر شباب النادي الاهلي مع فريق 99، ما شاء الله عندنا عناصر مميزه في 2001 وتم تصعيدها. عايز اتكلم عن اخر الاستعدادات بقى للموسم الجديد مع فريق 2001. بص يمكن السنه دي انا كنت ماسك زي ما قلت لك 2004 و2005 السنتين اللي فاتوا، السنه دي الحمد لله يعني بحكم اللي انا يعني خدت معاهم البطوله مع 2004 2005 والحمد لله ربنا كرمني، فانت يعني عشان شغلك كويس والناس عارفاك كويس فيعني اتجدد فيا الثقه السنه دي الحمد لله. بشكر طبعا الاداره ومجلس الاداره كله برئاسه الكابتن محمود الخطيب وبشكر الكابتن خالد بيبو طبعا مدير القطاع، شخصيه محترمه وكلنا بنعتبره اخونا الكبير يعني ما بيتاخرش عننا في اي حاجه. الراجل جدد فيا الثقه السنه دي واشتغلت مع كابتن ياسر رضوان اللي انا برضو من خلالك عايز اديله حقه، وشخصيه محترمه جدا بعيد عن الكوره وانا بعتبره اخويا الكبير ونجم كبير جدا في مجال الكوره وفي مجال التدريب، وانا سعيد انا موجود معاه وبتعلم منه لغايه دلوقتي كابتن ياسر رضوان وبحبه على المستوى الشخصي جدا يعني. بتمنى اللي هي السنه دي تكون حاجه كويسه لإينو ونعمل حاجه كويسه زي ما انت قلت يا اسامه في التقرير اللي انا 19 سنه دول هو مستقبل الفريق الاول في النادي الاهلي حقيقة. عندي اربعه بيتمرنوا فوق، عربي بدر، شادي رضوان، احمد سيد عبد النبي وكوكا، دول انضموا النهارده ما احنا قلنا خلي بالك في الاخبار على احمد سيد عبد النبي واحمد دول راحوا النهارده اول يوم، لكن انا كان موجود دايما شادي رضوان بيتمرن وعربي بدر بقاله سنتين، وعندي خمسه بقى غير الاربعه، عندي خمسه في منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين اللي هم يلعبوا تصفيات افريقيا الشهر الجاي. فاذا انت عندك تسعه
يعني مصنفين لهم يلعبوا فريق اول في النادي الاهلي. فانت ماسك فرقه محترمه، فرقه بتاخد بطولات دايما بقى لها 3 4 سنين، فرقه مسمعه في النادي، عندك عناصر كويسه، فكون اللي انت تتحط في المكانه دي ان شاء الله لازم تكون قدها يعني، وانت قدها وعندك خبرات تقدر تنقلها للعيبه. والله انا بتمنى ان شاء الله، انا يعني احنا بنشتغل، انا بشتغل مع الكابتن ياسر رضوان وما بنبخلش عليهم بحاجه، واللعيبه كلهم يعني مؤدبين ومحترمين وبيسمعوا الكلام، واللعيبه كلهم لعيبه كويسه يعني ملتزمه سواء في الملعب او بره الملعب. فبتمنى لهم التوفيق، واحنا ماشيين كويس واستعدينا السنه دي بشكل كويس، وكان عندنا معسكر احنا لسه راجعين من 3 ايام كنا في اسماعيليه. عايزين نتكلم عن معسكر اسماعيليه، بس عايز اعرف احمد نبيل كوكا واحمد سيد عبد النبي، انت النهارده تم تصعيدهم، مراكزهم ايه عشان برضه نعرف الناس اكتر؟ كوكا بيلعب هاف ديفندر زي عربي بدر، كابتن من كباتن الفرقه، وعنده شخصيه في الملعب، عنده كاريزما كده، عارف اللعيبه الثقيله اللي بتحس اللي هو بيديك تقل في الملعب وهو موجود. شخصيته قوية مع الولاد، شخصيته قوية مع المنافس، وما يعني ليه تقله في الملعب. نفس الحكاية أحمد عبد النبي، ده لعيب 2002 بقى مش 2001، يعني صغير، ده أصغر بسنة. بس لعيب هايل ما شاء الله، صحته كويسة، مخلي باله من نفسه، بيلعب بكرايت، أوفراته كويسة، يعني لعيب يستحق اللي هو يتمرن مع الفريق الأول. يعني ده لو ربنا كرمه وفضل شوية وخد الثقة يبقى عامل زي محمد هاني أول ما خد كده، ويبقى ده مستقبل النادي الأهلي. وراح منتخب مصر مع 2001 مع كابتن ربيعة، وراح مع كابتن ربيعة، كل الولاد اللي انا بقول لك عليهم دول راحوا. على فكره انا عندي ناس كتيره جدا برضو في الفرقه، يعني ده دورهم جاي سواء في المنتخب او 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 في الفريق الاول، يعني لعيبه، عشان برضو ما ننساش حد، عندي لعيبه كتيره جدا كويسه. يعني عندي عاصم حارس المرمى، عندي كوتو، عندي دول حراس المرمى عندي، والكابتن تامر سوقي صراحه ماشي معاهم بشكل كويس، ومن الناس اللي بتادي دورها على اكمل وجه طبعا. عندي جلال، عندي احمد سيد غريب، عندي رزق، عندي مجموعه كويسه جدا من اللعيبه، عندي معاذ، عندي هاني، عندي علي هداف الفريق، عندي محمد ياسر برضو هداف فريق، يعني عندي لعيبه مميزه. عندنا مدير فني الفريق الاول موسيماني بيحب الاعتماد على الناشئين، ودي اهم حاجه، دي فرصه كبيرة. واحنا دايما حتى كابتن ياسر في المحاضرات او انا لما بتكلم معاهم بقول لهم اللي دي فرصتك، اللي انت جاي لك واحد في الفريق الاول بيحب الناشئين، كان ممكن يجي لك واحد ما بيحبش ناشئين، ما بيساعدش حد، ففرصه. هم شايفين زمايلهم دلوقتي 4 دلوقتي من نفس الفرقه بيتمرنوا فوق، فانت اذا اللي انت دورك جاي، صح، ما عليك اللي انت، وده كلامي دايما ليهم في المحاضره، تبقى جاهز الفرصه، تبقى جاهز، لازم تشد حيلك، عشان انت من خلال الفرقه دي هي دي اللي هتوديك منتخب مصر، هي دي اللي هتطلعك الفريق الاول، زي ما كلنا احنا بدانا كده اسامة، انت بدات في الناشئين وانا بدات في الناشئين، وكلنا صعدنا لما بيسمع اللي فيه، مثلا كابتن اسامه حسني كان هداف الفريق تحت، بيجيب اجوان كتير، فبتاخد الفرصه فوق. المدرب مع الكلام، مع لو جه اتفرج عليك، او يا اما بيسمع اللي فيه هداف كويس او لعيب كويس في الناشئين، مش هيبخل اللي هو يطلعك. وانا معاك، لازم الناشئ يستعد للفرصه دي. عايز اروح لاحمد نبيل كوك. احمد نبيل كوك خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا واحنا بنغطي المباريات هنا واحنا بنذاع على الهواء مباشره، كان بيعجبني ادائه، ده هايل، بيعجبني شخصيته في الملعب كمان. احمد نبيل هايل، وبيلعب في كذا مركز، يعني ممكن تلاقيه خط وسط مدافع، بتلاقيه ناحيه الشمال في الباك ليفت والحته اللي تحت المهاجم، لعيب مميز، وبتنبأ كمان ممكن يعني، لا هو لعيب كويس، لعيب كويس جدا، وانا دايما بتكلم معاه، حتى هو عارف بيني وبينه في المحاضرات، حتى في كنا في اسماعيليه لعبنا 3 مباريات هناك، فانا انت عارف انا عشان كنت بحب الشوط، فانا بحب اللعيبه اللي بتشوط دايما كويس. فانا دايما لما بقول له شوط، فلما شاط وسمع كلامي جاب جونين هناك من تسديدتين في المعسكر، قلت له سمعت اللي انا، قال لي انت بتتكلم صح يا كابتن، قلت له هو كمان عنده الموهبه، رجله تقيله ورجله مظبوطه على الجون، رغم اللي هو اشول يعني هاف ديفندر، بس اشول بس رجله مظبوطه يا اسامه، فاهم؟ فلما شاط وجرب جاب هدف هناك في اسماعيليه، هدف عالمي، نفذ حاجه انت قلتها، انا حتى وهو في الماتش قلت له شفت انا قلت لك ايه، راح عامل لي كده. فهو بيستوعب يعني الكلام، وعارف يعني اللي احنا، اي مدرب بيبقى عايز مصلحه اللاعب في الاول وفي الاخر. طيب، انت عايز تنجح يعني. بعد كلامك ده عن احمد نبيل كوكا، تعال نشوف التقرير ده عن لاعبنا، لاعب شباب النادي الاهلي احمد نبيل كوكا. بدايتي مع الكره زي اي حد، بدات اللي هو لعب في الشارع وكده، وبعدين رحت مركز شباب الباسلين، بعدين رحت اختبارات النادي الاهلي 2008، ما كانش لسه فرقه 2001 اتعملت، نزلت مع اختبارات مع مواليد 2000، فضلت معاهم 3 شهور، وبعدين نزلت اكاديميه نادي الاهلي على ما فرقه 2001 تتعمل، فضلت 3 شهور في الاكاديميه، وبعدين طلعت من اكاديميه النادي الاهلي للناشئين،
كانت فرقة 2001 اتعملت، نزلت اختبارات معاهم والحمد لله يعني الدنيا مشيت كويس، ومن ساعتها في النادي الأهلي بقى لي 11 سنة الحمد لله يعني. وانا في البدايه في اكاديميه النادي الاهلي كان معايا كابتن ناصر حسن، طبعا ده من المدربين اللي ساعدوني كتير جدا ان انا اطلع للناشئين واكون متواجد هناك. بعدين اول ما طلعت كان معايا كابتن عصام صلاح، بعدين السنه اللي بعديها كان معايا كابتن ياسر محمدين وكابتن احمد جمال طبعا، وبعدها معايا كابتن شرف وكابتن اسحاق اول، والسنه اللي بعدها كان معايا كابتن احمد سراج قعد معايا سنتين، وكابتن شرف قعد معايا سنتين، كابتن احمد سراج كان معايا كابتن زكريا حسين وكابتن ممدوع عبيد، والسنه دي طبعا معايا كابتن ياسر رضوان وكابتن معتز ايمن يعني. فبصراحه يعني الناس كلها يعني هنا في النادي الاهلي الناس كلها بتحاول تديك اكتر حاجه ان هي تساعدك تطلع للدرجه الاولى وتساعدك فوق ان انت ما تحسش بفرق. فبصراحه يعني كل المدربين بتيجي تشتغل على الحاجات اللي ناقصه عندك، فالناس كلها بصراحه يعني اشتغلت واثرت فيها كتير جدا وبتحاول تطور مني يعني كل سنه، وانا بحاول اساعدهم يعني. انا في الاول بطولات المنطقه دي واخد بطولتين منطقه القاهره، واخد 4 بطوله جمهوريه، وكان في بقى بطولات كتير اتلغت بسبب الاحداث المؤسفه اللي حصلت دي، احداث بورسعيد واحداث الزمالك والثوره، فكان في حوالي 3 بطولات اتلغوا، ومعايا 4 جمهوريه وخدت 2 منطقه القاهره وانا صغير. انا في الملعب مركزي الاساسي بلعب رقم 6، بس يعني شاركت في كذا مركز خلال السنين اللي فاتت دي، لعبت 6 و8 ولعبت باك ليفت ولعبت تحت الفراوده، فبلعب الحمد لله يعني بلعب في كذا مركز وبحاول اطور من نفسي في الحته دي، لان دايما بتساعدك ان انت تكون متواجد بشكل اساسي ان انت تلعب في كذا مكان. مثل الاعلى في مصر حاليا ديانج مع النادي الاهلي، ديانج ماشي بشكل كويس جدا، الناس كلها بتتكلم عليه، لعيب كويس بيطور من نفسه عن اول ما جه، وعالميا كان طبعا انت في النادي الاهلي دايما احلامك وطموحك بتفضل يعني تطورها كل وقت، انت النهارده عايز ايه، السنه الجايه عايز ايه. طبعا دلوقتي انا بفكر في الفيرست تيم ان انا اطلع الدرجه الاولى مع النادي الاهلي واحقق معاه يعني اكتر بطولات، اخد افريقيا، اخد الدوري، اروح كاس عالم للانديه. دلوقتي طبعا لنا منتخب، لنا تصفيات افريقيا في تونس شهر 11 ده، طبعا لازم ان شاء الله اكون متواجد فيها، فالواحد بيجدد طموحه كل فتره معينه يعني. بس احمد نبيل كوكا لعيب مميز، ان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق يا كابتن ايمن اكيد الفتره الجايه. معسكر الاسماعيليه كمعسكر ناجح، حققت منه ايجابيات واستفاده كبيره، اكبر الايجابيات ايه في معسكر الاسماعيليه؟ اكبر الايجابيات الانسجام، انت عارف اللي احنا السنه دي يعني حصل لا غير الجهاز الفني الجديد، حصل ضم. موضوع الضم اللي هو الدمج ده بين الفرقتين، فاحنا السنه دي 2001 و2002 فدول كانوا بيلعبوا لوحدهم ودول كانوا بيلعبوا لوحدهم، فانت السنه دي لما تعمل توليفه بين الاثنين فعندك 2002 و2001 الاثنين انضموا مع بعض، فلازم يبقى في توليفه او انسجام بين اللاعبين، خدوا على بعض، اكلين شاربين نايمين مع بعض، فالموضوع بيبقى يعني بيخليهم ياخدوا على بعض اكتر. حالة بقى من الروح الحلوة بينهم، الهزار، الضحك، الأكل مع بعض، كنا كمان حاطين كل واحد كل اتنين في الأوضة 2001 و2002 مع بعض، يعني واحد واحد عشان نستعرف بعض أكتر، ياخدوا على بعض أكتر ويبقى الأمور بينهم أحسن يعني. لعبوا مباريات ودية كتير، عملنا 3 مباريات كان يوم ويوم، فاستفادوا أنا شايف يعني من الموضوع المباريات ده بشكل كويس، رفعنا الحمل التدريبي، اللعيبة كانوا على أعلى مستوى، ملتزمين بره الملعب وخارج وجوه الملعب، فانا شايف اللي كان معسكر ناجح الحمد لله بكل المقاييس يعني. عايز اسالك عن مايكل بروكيتش المدير الفني الاجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي ومدى الاستفاده منه، اعرف اجابتك ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن معتز، عايز اسالك عن مايكل بروكيتش المدير الفني التشيكي للنادي الاهلي في خطوه مهمه السنه دي، يعني من سنوات طويله النادي الاهلي ما كانتش اتعملت، السنه دي بيعملها داخل قطاع الناشئين لاهتمام بالمدربين وبالناشئين في خطوه المدير الفني الاجنبي، مدى الاستفاده من مايكل بروكيتش ايه؟ هو راجل كويس، يمكن مجلس الاداره مشكورا يعني ما تاخرش علينا باي حاجه وجاب الراجل الخواجه عشان يعني يدينا يعني عارف ايه حاجات جديده، يوعي الاولاد الصغيرين، ناخد من خبراته، وخبراته كبيره جدا والسي في بتاعه عالي جدا.
من خلال المعسكر كمان يعني هو اشتغل معنا فتره وبعدين طلع معنا المعسكر. من خلال المعسكر شغله بان عامل لنا على طول انت عارف على البروجيكتور والفيديو فيديوهات على طول بيقطع المباريات بيشوف بعد كل مباراه وديه بيصورها كويس. ويشوف الغلطات ايه الوقفه بتاعه اللعيبه ايه وبيبتدي يعدل وبيبتدي يتكلم مع الجهاز لو في حاجه مباشره عايز يقولها للولاد بيستاذن الاول. هو شخصيه يعني محترمه جدا كويس. بيستاذن المدير الفني والمدرب اللي انا ممكن انا اقولها فانت بتسمح له هو يكلم هو الولاد. لا هو فكره بشكل عام يعني حاجة كويسة حاجة مميزة بينقل خبراته كلها للأجهزة وللولاد وكل حاجة. لو حد فيه هو حتى أول يوم جه واجتمع معنا بيه قالك لو حد يعني في أي حاجة عايزها أي استفسار أي حاجة تخص الملعب كلمني يعني أنا أخوكو يعني وبتاع. بيجتمع معاكو يعني مثلا دايماً قبل الوحدة التدريبية النهاردة عايزين نشتغل خلال الفترة اللي جاية مثلا على حاجات معينة. بص هو مش يومي لكن بيقعد يعني كل فترة كل مثلا أربع أيام كل ويس. أسبوع بيجتمع دايماً أول بأول مع المدربين وأوقات بيعمل يعني جلسات إيه منفصلة جهاز جهاز وأوقات بيعمل اجتماع للمدربين كلها في يوم واحد. فدي حاجة كويسة لما يتكلم مع جهاز لوحده لو عايز يقول حاجة مثلا للمواليد دي في مثلا تعليمات معينة مثلا لألفين وثلاثة في تعليمات مثلا معينة أو تمرينات معينة عايزين نطبقها مع الألفين وواحد فهو بياخد كل جهاز لوحده وفي أوقات بقى بيعمل تدريب يعني اجتماع مجمع الأجهزة. لكل الأجهزة الفنية بيتكلم بقى ايه بطريقه عامه بقى اللي احنا عايزين نعمل سيستم معين لان نلعب ازاي طريقتنا ازاي نوحد طريقه اللعب. فانا شايف اللي هي حاجه كويسه ربنا وفقه هو عارف يعني حجم النادي الاهلي وعارف مكانته وعارف جمهور النادي الاهلي ايه فهو حتى دايما بيشكر في يعني في النادي وفي شعبيه النادي. والراجل لما جه كمان مصر ممكن كان يكون بيسمع بس لما جه مصر شاف بعينه لمس الموضوع ازاي وشاف الجمهور وشاف القاعده الجماهيريه فهو عارف اللي هو بيشتغل في احسن نادي في افريقيا وشاف يعني. الامكانيات داخل القطاع السنادي ما شاء الله في صرف كبير على القطاع وهو النادي ما بيبخلش عليه في اي حاجه المعسكرات الملاعب يعني اهتمام كبير السنه دي من قبل اكيد طبعا خالد هو مش كل الناشئين في مصر بتعمل معسكرات يا يعني وفي انديه كبيره ما بتعملش معسكرات لكن النادي الاهلي دايما كل سنه بيعمل معسكرات بيطلع الاولاد بيطلع المدربين ما بيبخلش الصراحه علينا باي حاجه يعني. عايز اسيب بقى قطاع الناشئين شويه وعايز بقى استرجع شويه الذكريات الحلوه. عايز تخش انت كان زمان قلت معتز اينو دمه خفيف عايز ارجع بقى بالمعسكرات ومعسكرات اليابان كاس العالم ما بلاش اليابان لا بص يمكن يعني الواحد هو بيلعب مر بحاجات كتيره جدا وانت كنت معايا وكنت انت بتشوف يعني اي حاجه طبعا. انا هحكيها تبقى انت عارفها طبعا بس المشاهدين ما بيبقوش عارفين بص انا يمكن حكيت كذا حاجه وفي مواقف كتيره مع حسام عاشور في مواقف كتيره مع ابو تريكه في بس هحكي لك موقف يمكن ما قلتوش قبل كده بتاع اليابان انت اكيد طبعا عارفه واحنا في كاس العالم اليابان فاحنا كنا بنصلي انت عارف بنقف في الطرقه كده بنصلي دايما يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني بنصلي قصر كده في المعسكرات فاحنا واقفين بنصلي كده كلنا اللعيبه كلنا وكان الدكتور واقف بدون ذكر اسماء فالدكتور كان واقف هو الامام فاحنا كلنا واقفين كده وانا واقف اول صف في الطرقه والراجل واقف امام بينا فاحنا كلنا ورا فاول ما صلى وقال سبحان ربي العظيم نزل يعني نزل نص ركعه كده نص الركوع كده فكلنا باصين في الارض فاحنا مستنيين اللي هو ايه يقول سمع الله لمن حمده ويطلع قعد ربع ساعه فاحنا مش واخدين بالنا هو الراجل يعني في ايه فاحنا كلنا باصين تحت ايه اللي حصل في الاخر بنبص كده ما لقيناهوش ما لقيناش الامام طب الامام فين فكلنا استغربنا الصلاه باظت خلاص اللعيبه كلها طلع رحنا نبص اتاري كان واقف في الحته اللي في الاسانسير اتسحب تعرف اليابان هي كلها تكنولوجيا يعني مفيش باب ملوش باب فهو طلع اللي واقف في المربع اللي فيه الاسانسير سحب على تحت حد باين بقى تحت ايه عايز يركب سحبه وهو ساجد راح مسحوب فاحنا كل ده واقفين بنبص الراجل مش واقف فين الامام اتاري نزل لا لا ده موقف من ضمن المواقف في مواقف كتيره يعني بس احنا وقعنا ساعتها مش قادر اسيبك غير من النهارده ما يعني عايزين نعرف الجانب الاخر معتز ايه بص إن لا انا دايما احنا بحب احنا بنحكي المواقف دي والمعسكرات كلها منتهى الجديه تنزل المباريات تنزل التدريب بص دي حاجه ودي حاجه انت كنت خالص. بتشوف اسامه وانت كنت كابتن الفرقه وكنت بتعدي علينا وبتشوف احنا بنهزر وكانت معروف اللي اوضه اينو وحسام عاشور دي هي اللي فيها الاكل والشرب واللب واحمد عادل ومحمد سمير واحمد السيد دي اللي فيها البلاي ستيشن واللب والفول والاكل بالليل انت عارف وكنا بنزوغ نجيب بس كل ده بتفصل لما بتنزل ملعب يعني انا فاكر في ماتش نهائي افريقيا بتاع القطن الكاميروني هنا في مصر
فكنا معسكرين. وانا طلعت قلت قبل كده الموضوع ده ويمكن ناس كتيره من المشاهدين عارفاها لما جبنا موضوع الكبده والسجق والاكل ده. كان وقتها كابتن حسام البدري قبل ما يعدي عليك وما لقاكش بتاكل واخد اكل في الطبق فتقول له يا كابتن انا عامل دايت. انا عامل دايت اهي. احنا على العشاء بنبقى عاملين حسابنا واحنا جايين حسام عاشور في الاتوبيس. ايه اينو هناكل ايه النهارده؟ لا حسام عاشور برده كان ساو. هناكل ايه النهارده؟ اقول له ايه عاشور شوف انت اطلب لنا اي حاجه من بره. ننزل على العشاء قدام اللعيبه ما ناكلش. فكابتن حسام يقول لك ما تاكلوش. لا يا كابتن عشان الماتش احنا مركزين. ما يعرفش اللي فوق هيبقى فيه مطحنه. انا بس بقول لعيبه الفريق الاول ما تسمعوش كلام ايه. ما تسمعوش يعني الكلام. دي كانت حالات خاصه يعني. احنا الجيل بتاعنا كان الموضوع يعني احنا كنا عشقيه شويه بس في ظل كل ده كانت الناس كلها بتحب بعض. الناس كلها طبعا. كنا بناخد بطولات بقول لك في نهائي افريقيا والدنيا متنشنه والموضوع صعب وكنا جايبين بقى كبده وبتاع بنبص. ده هدف في مباراه السوبر في نادي الزمالك. ده السوبر وده الاولمبي ده في اسكندريه. انت اهو كنت رايح تعمل فولو. انت فاكرها اللي الجون هيصدها طبعا. انت فاكر اللي الجون هيصدها. كان مهاره كبيره مهاره التسديد ده يعني. اكيد طبعا بتحاول تنقلها للاعيبه داخل قطاع الناشئين. اكيد طبعا احنا ما بناش نشوفها كمان في الملاعب مهاره التسديد اللاعيبه اللي رجلها تقيله بلغه الكوره. بص يا اسامه يعني كان الاول في ايه دايما تشوف المهاري حازم امام جمال حمزه كنت تشوف مثلا القناص عماد متعب اسامه حسني احمد بلال الناس اللي بتعرف تجيب جون في ال18. انت كانت مثلا مهمتك في ال18 بتعرف تجيب جون. انا مش زيك لكن انا في مثلا واحد تاني من بعيد ما يشوطش هو معروف اللي رجله تقيله او رجله مظبوطه كان اينو حسني عبد ربه يعني الناس اللي هي بتشوط. دلوقتي ما بيناش بنشوف وانا حزين اللي ما بيناش نشوف دلوقتي شويطه يعني اخر جون انا شفته مثلا عمرو السوليه بيحاول وبيجيب جوان كتير احمد فتحي على فترات اليو ديانج دلوقتي بيحاول شويه لكن كل الدوري مع احترامي لكل الناس ما فيش ديفندر بيشوط ودي حاجه مش كويسه. المفروض لعيب نص الملعب ده لازم يكون شويط طبعا كان دايما وانت لعيب دايما يقول لك ايه جرب ما تخافش حتى لو هتطلع بره وده اللي انا بقوله دلوقتي حتى لو هتشوط لك اتنين ثلاثه على الاقل واحده فيهم هتيجي حتى هتصحصح الجمهور لو في واحد نايم في المدرجات الكره هتيجي في المدرج هتيجي في المدرج حتى الناس ايه هتتفاعل معاك. فدلوقتي ما فيش حد بيشوط خالص. دلوقتي انا ببتدي بقى يعني انقل يعني حته التصويب دي للعيبه اللي انت جرب شوط وخصوصا لما بتلاقي حد عندك رجله كويسه تمام انت كمدرب انت بتستكشف عندي واحد مهاري عندي واحد لا في الحته دي كويس عندي واحد بيعرف يجيب جون عندي واحد بيعرف يلعب بدماغه كويس عندي واحد شويط فانا بستنى الحته دي كانت لعبتي. فانا لما بلاقي وبستكشف اللي في حد رجله كويسه بزود عنده بعد التمرين بتاخده مثلا لوحده زي ما كان بيحصل معايا كان مستر مانو والكابتن حسام كان ساعتها ياخدني لو تفتكر انا وعبد الله السعيد نفضل نشوط في فاولات وابو تريكه. فانت دلوقتي بتبتدي يعني تستكشف اللعيب عنك تستكشف وانا بضم صوت لصوتك ان مهاره التسديد من المهارات المهمه جدا بتفك كمان مباريات بتفك انت ممكن تكون بتلعب فرقه ثلاث نقاط وخلي بالك عليك دور مهم جدا وانت دلوقتي خلاص مدرب عام داخل قطاع الناشئين انك تنمي المهاره دي عند ولادنا. نروح لفاصل وبعد الفاصل نستكمل الحوار مع ضيف الكابتن معتزين. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن معتز عايز اوريكم مجموعه من الصور وعايز تعليق منك عليها. هنبتدي معانا باول صوره مخرجنا دكروري هيعرضها لنا دلوقتي. كابتن اينو رحمه الله عليه. لا بابا لا ده ما يعني ما ينفعش يتنسي طبعا يعني ده صاحبي واخويا الكبير وابويا كان كل حاجه في حياتي ممتاز طبعا يعني ده كل يوم معايا ما بنساوش يعني كان دايما هو اللي دايما بيوجهني وكان دايما بيجي عليا في ماتشات ودايما عايزني ابقى احسن منه ودايما عايزني ابقى بشكل كويس طالع يعني كان عايزني دايما ابقى كويس فاهم كان بيديك دايما نصايح على طول تليفونات ويكلمك والنهارده على طول كان معايا على طول وانا عارف انا ما كنتش بتعامل مع الاب وابنه يعني هو كان دايما محسسني ان انا صاحبه لدرجه انا ما كنتش بقول له يا بابا انا كنت بقول له يا باشا دايما نقعد اقول يا باشا ايه يا نجم ايه عارف انت فلا هو اثر فيا جامد جدا يعني انا حسيت اللي هو بعد ما مات ظهري اتكسر يعني انا ظهري اتكسر فعلا بعده كان نفسي يكون موجود ويشوفني وانا مدرب يعني هو شافني وانا لعيب وشافني لما حققت بطولات كتير بس كان نفسي يشوفني وانا مدرب في النادي الاهلي بس ما حصلش نصيب لكن عمري ما هنساه كل اللي يعرفه كان راجل جدع بمعنى الكلمه كابتن اينو بص كان عمره ما بيتاخر على حد
يعني دايما حتى يروح مثلا عنده عزا يروح مشوار انا اللي دايما اقول له مثلا انت هتروح تعمل ايه انت تعرف الناس دي او انت يقول لي انت ما تعرفش الحاجات دي دلوقتي انت ما تعرفش دي. كان سباب دايما اللي هو عارف سباب الخير اللي هو دايما يروح لده ويروح لده ويروح لده اتفاجئت انت بخبر وفاته كنت موجود فين وقتها كنت في البيت لما جالي الخبر هو راجع من بورسعيد كان بيقضي واجب عزا مع لعيب كابتن مصطفى الشناوي نجم النادي المصري وراح كان مع عربيتي على فكره كان واخد عربيتي ولما جالي الخبر جالي بالليل وهو راجع عند العاشر من رمضان اتقلب بالعربيه فكان الموضوع صعب ربنا يرحمه زي ما اقول لك يعني كان رمز الجدعانه كلها بالنسبه للعيبه كلها وكل اللي يعرفه وكل العاشر الكابتن الصوره الثانيه بقى والصوره اللي بعدها يا نهار اسود ده جبتها منين دي فاكر الصوره دي هي دي تتنسي اللطم دي تتنسي انت ما لقيتش الا الاستايلات دي دكروري طبعا كلنا كنا ما شاء الله شيك في الوقت ده كنا قمه الشياكه يعني طبعا كابتن حازم كان قمه الشياكه وعبد منصف طبعا البليزر صغير عليه وشيتوس كان ساعتها ايهاب توفيق مراسيل شيتوس وطبعا اسامه نجم الشياكه طبعا رمز الشياكه وانا طبعا البلوفر ده كان من العتبه خلي بالك بص يعني اهلي وزمالك بص الصوره دي كانت يعني كنت انت وشيتوس في الاهلي وكنت انا ساعتها لسه في الزمالك وكابتن حازم وعبد منصف فاحنا دي كانت في مناسبه والناس كلها يعني عارف انا عايز اوصل رساله للناس اللي الناس كلها ولاعيبه الاهلي والزمالك احنا في الاول وفي الاخر احنا اخوات احنا بنقعد مع بعض في المعسكرات بنشوف بعض في المناسبات كلنا علاقتنا ببعض علاقه كويسه وعلاقه مميزه ف مش عايزين يبقى فيه تعصب وده دليل الصوره اللي انت عارضها دي ده دليل على محبه اللعيبه لبعض ومفيش تنشنه ومفيش حته يعني زي ما بيقولوا ايه التنشنه الزياده عارف انا هسميها تنشنه زياده فاحنا اتمنى ان الموضوع والصداقه دي تفضل على طول والناس كلها قريبه من بعض سواء الاهلي او الزمالك عايز اروح شفت طبعا مباراه الاهلي والوداد في الدور النصف النهائي شفت الماتشين ازاي واداء النادي الاهلي واداء موسيماني كمان بص رقم واحد مهم جدا لما المدرب يبقى قريب من اللعيبه ويفهمهم بسرعه ويبقى في بينهم زي ما بيقولوا كيمياء كده بلغه الكوره موسيماني قدر يوصل للعيبه بسرعه من اول 90 دقيقه كويس لعيبه الاهلي كانت رايحه المغرب مركزه جدا وده اللي فرق معاهم بالنتيجه اللي هناك بالمباراه الاولى عملوا نتيجه ايجابيه دي ريحتهم في المباراه الثانيه تمام اللعيبه كلها كانت مركزه تركيز عالي جدا ربنا كرمهم عشان هم مركزين باداء ونتيجه عاليه فادتهم في المباراه الثانيه المباراه الثانيه برده كانوا مركزين جامد جدا عاملين حساب لفرقه الوداد النادي الوداد برده مش كسبان اتنين مش مريح مش مريح انت لو كنت نازل مريح كانت ممكن المباراه تتقلب عليك لكن انت لما تبقى مركز وكمان في وسط ملعبك وفي وسط يعني في وسط بلدك تعمل نتيجه واداء كويس اعتقد ان دي حاجه كويسه اللعيبه كانت عايزه تثبت للمدرب اللي احنا قدها عايزه تثبت للجمهور اللي احنا قدها ودود اللي احنا ما وصلناش من فراغ لا النادي الاهلي احقيته ببطوله افريقيا ده اللي انا اعرفه اتمنى ان شاء الله المباراه النهائيه يكون نفس التركيز بتاع قبل النهائي وتبقى 10 ايام بالظبط هم عندهم مباراه الجيش دي مباراه احتفاليه انا شايف او رايي يعني من وجهه نظر الراجل يريح بعض اللعيبه يقدروا يبقى عندهم يعني يعملوا ريكفري لغايه المباراه يركزوا بشكل كويس يقدر دلوقتي يعتمد على اللعيبه الناشئين والناس اللي صاعده يديهم برده فرصه بحيث ان الاولاد دي برده ما تبعدش عني تاخد الثقه اللي انا بحيث ان انا بعد كده لو احتجت حد منهم يبقى قريب اللعيبه الكبيره طبعا كلهم دلوقتي نجوم وحاسين بقيمه المباراه انت دلوقتي بتلعب خلاص نهائي افريقيا فلا بديل عندك غير الفوز عندك العشر ايام دول يا اينو عايز اروح يعني ليهم النهارده التركيز بيبدا من خارج الملعب مش من وقت 90 دقيقه اكيد وانت النهارده لعبت نهايات كتير مع النادي الاهلي ومحقق 13 بطوله في العشر ايام دول ايه المسؤوليه اللي ممكن اللعيبه تعملها او واقع على عاتق اللعيبه علشان نقدر نوصل ان شاء الله ليوم 6 باعلى تركيز واعلى مستوى فني من انا عايز المسؤوليه على اللعيبه او نصيحتك للعيبه خلال الفتره دي لا هم دلوقتي طبعا اللعيبه دي كلهم بيلعبوا منتخب مصر واللعيبه نجوم يعني بس هو دلوقتي الطبيعي ايه تفضل ماشي زي ما انت ماشي كويس يعني كل لعيب عارف ايه اللي بيفوقه وايه اللي بيهمده وايه اللي بيكسله في واحد مثلا بياكل مثلا لا انا الفتره دي مثلا بظبط وزني بظبط اكلي بمشي على نظام معين بقلل الدنيا بحرم نفسي من حاجات ودي نقطه مهمه جدا لعيب الكوره لازم اوقات بيحرم نفسه من حاجات كتيره ده لعيب الكوره اللي عايز يوصل فانت بتبقى عارف انا ببقى كويس امتى ببقى فورمه
لازم انام كويس الفتره دي، لازم استعد بشكل كويس. حط تحت كلمه استعداد بشكل كويس دي كل حاجه بقى، من اكل الوزن لنوم كويس لراحه بدنيه. انت دلوقتي مش هتلعب مباراه الجيش مثلا عشان انت مطالب ان انت تريح عشان تقدر تديني مباراه النهائي، ما اروحش بقى اسهر، ما بروحش. لا، الحاجه الثانيه كمان بيتم قبل المباريات الافريقيه اربع مساحات لكورونا. فالنهارده انا يعني اختلاطي بالناس والخروج والكلام ده لازم احافظ على نفسي واحافظ على صحتي علشان فرقتي محتاجاني. اكيد طبعا، فما اقدرش ابعد عن الفرقه بسبب يعني اهمال زي ما بقول. اعتقد اللعيبه دلوقتي يعني في مسؤوليه طبعا. في مسؤوليه، فهو مسؤولية دلوقتي عارف انا بنزل من بيتي، عارف ان انا بروح اذا كان التمرين بخلص دوري وبخلص شغلي وبرجع على البيت. مفيش مجال بقى دلوقتي اللي انا اروح هنا ولا اروح هنا ولا اروح، الا يعني مش بقول لك احبس نفسك بس يعني في اديد الحدود. المشاوير اللي هي بتبقى فعلا تستحق اللي انا انزل لغايه بس التسعة ايام ولا العشر ايام دول. بقفل على نفسي كويس قوي، بعلي درجه الاستعداد وتركيزي كويس قوي للمباراه. بعد المباراه بحقق الهدف اللي انا عايزه، ببسط جماهيري، ببسط النادي بتاعي، بثبت ذاتي. بعد كده خلاص الدنيا بتبقى قدامك. خلاص اخدت كام بطوله افريقيه مع النادي الاهلي؟ 2008 خدت 2 سوبر افريقي، من سوبر افريقيا، وخدت لا خدت انا واخدت 13 بطوله بس يعني لو عديتهم 5 دوري و كام قول لنا. كل الخمس سنين اللي في النادي الاهلي من 2007 ل 2012 انا واخد 5 دوري، كل سنه باخد الدوري. حوالي 3 سوبر مصري، في جون الزمالك اللي انا جبته ماتش السوبر ده، واول مباراه ليا اول 90 دقيقه اول ما جيت النادي الاهلي ضد الاسماعيلي. دي كانت اول مباراه اول 90 دقيقه ليك؟ اول بعدها باسبوع او بعدها بخمس ايام، ما كملش اسبوع خدت السوبر. وخدت 2008 بتاعه القطن الكاميروني. لا خدت بطولات كتير بس انا يعني بتعدش. ما شاء الله. ما شاء الله. عايز اروح لاختيار موسيماني في التوقيت ده. اختيار موسيماني في التفريق في التوقيت ده فرق مع النادي الاهلي؟ اكيد طبعا، يعني يمكن مجلس يعني خاصه الدارة. ان موسيماني دخل عارف كل التفاصيل وعارف اللعيبه كلها، يعني مش مدرب جديد لسه هيبدا يتعرف على اللعيب او على الكره المصريه. انا بشيد بمجلس الاداره اللي هو فيها ايه حته ذكاء شويه. كابتن محمود ومجلس الاداره بالكامل حته ذكاء في ايه اللي انا ما رحتش جبت مثلا مدرب في الوقت ده ودخل على قبل نهائي ونهائي وبطوله حاسمه عند جمهور النادي الاهلي، ودي الاهم عند جمهور النادي الاهلي على فكره. اللي انا ما رحتش جبت مثلا واحد اوروبي من اوروبا، الاوروبي برضو الى حد ما مش ممكن ما يبقاش متابع جو افريقيا كويس. لا، حته ذكاء اللي انا اروح اجيب راجل زي ده، احسن مدير فني على فكره واخد السنه دي في جنوب افريقيا، لعب بطولات كتيره جدا، وصل نهائيات كتيره جدا، ملم بافريقيا كلها باللعيبه كلها بالانديه كلها. فكون اللي انا اجيبه في الوقت ده انا بعتبرها من وجهه نظري دي حته ذكاء من مجلس الاداره. هو عارف قيمه النادي الاهلي كويس جدا، لعب ضد النادي الاهلي كتير جدا، عارف النادي الاهلي وقاعده جماهير النادي الاهلي. فلما جه وتعامل مع النجوم دي وتعامل في النادي الاهلي ودخل النادي الاهلي، لا هو عارف اخش اللعيبه ازاي، عارف اتعامل معاهم ازاي. ما جاش بقى قعد يزعق، ما جاش حب يغير الدنيا، لا هو عارف قدر يعرف او قدر يوصل للعيبه ازاي. فدي كانت حته ذكاء من مجلس اداره، والراجل قدر ينجح فيها وعمل نتائج كويسه من لما جه، وبطوله افريقيا ماشي فيها بشكل كويس اهو الحمد لله. ربنا يكرمه ان شاء الله وتكمل على خير ان شاء الله. لا، والنقطه الايجابيه كمان في الماتشين بتوع الوداد، المباراه الاولى هو بيلعب على المكسب بره ملعبه. وبتلعب بره ملعبك؟ يعني انك تنقل هو الثقافه، هو مش ما عندوش رهبه، تنقل الثقافه دي زي ما كان منقول جزي معانا. النهارده انت رايح بره راح اكسب، في مدرب تاني يقول لك لا راح اتحفظ وراح اتعادل او راح اطلع باقل خسائر واجي اعوض. لا، ده هو وصل الرساله للعيبه، انا رايح اكسب بره ملعبي. بص يا سام، هقول لك بالاسلوب اللي كسبه. والحاجه الثانيه عايز اقول لك عليها برده، بعد المباراه عاتب اللعيبه شويه بالرغم انك كسبان وهو مبسوط واللعيبه مبسوطه. ممكن يكسب اكتر، ممكن ازود النتيجه، ممكن ازود النتيجه، كان يرتاح. كنا لعبنا بالنشيم بقى في المباراه اللي عاوزها. لا، هي القصه كلها اللي دايما المدرب لما انا بوصل للعيب، ما انا قدوه اللعيب اللي قدام. انا لما اوصل للعيب اللي انا رايح اتعادل او رايح احافظ انا هخسر، النتيجه تقلب بالعكس عليا. لكن انا لما انا اقول للعيب بتاعي او اوصل له اللي احنا رايحين رقم واحد على المكسب، دي بتدي له حماس وحافز. لكن انا ما ينفعش اقول للعيب اللي انا رايح ادافع، طب ما انا طول ما انا هدافع 90، طب ما انا وارد اللي انا اخش هاخد اهداف. فانا لازم اوصلك اللي انا بلعب على المكسب رقم واحد، المكسب. وطول عمر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي كله واخد اللي هو بيلعب على المكسب رقم واحد. فلما الراجل قال لهم كده واللعيبه عندها الدفع بكده، راح عمل نتيجه ايجابيه هناك وكان ممكن يكسب اكتر. فلا هو عارف الدنيا ماشيه ازاي، هو مش هو متابع، يعني مش غريب على افريقيا ومش غريب على النادي الاهلي، ولعب النادي الاهلي كتير ولعب النادي الاهلي في وسط جمهوره في استاد القاهره. فاذا هو عارف ان النادي الاهلي نادي كبير. في المباراه الثانيه في استاد القاهره كنت انا موجود بتفرج على المباراه، كنت معاك
كنت انت موجود؟ فاكر؟ لا في مباراه الوداد الثانيه. اه الثانيه. اه الوداد انا فاكر 3-1. كان واقف على الخط طول المباراه بيصر ان اللعيبه تعمل باص كتير، طول ما هو واقف على الخط باص 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 باص. اينو شايف بشكل بقى المدرب شايف الاسلوب او الطريقه دي بالنسبه للموسيماني ازاي؟ حاجه كويسه اللي انت بتستحوذ على المباراه وبتدي ثقتك وبترفع من روح الروح المعنويه بتاعت اللعيبه. شفت برشلونه ما بتلعب ازاي؟ طول عمر جوارديولا الباص كتير ليه؟ طول ما انا مستحوذ على سير المباراه وضغط الفرقه الثانيه وخانقهم بلغه الكوره انت كده راكب المباراه. غير لما انت بتبقى دايما فاكر انت لو مثلا الفرقه بتلعبك وطول تقعد تنقل انت عملت دافع بس انت بتبقى خلاص انت بتهمد. صح بتهمد عارف. فانت لما بتلعب انت كده بتعمل باص كتير وبتنقل عليهم انت كده بتخلي الفرقه الثانيه تقع. أيوة. وبتقعد تباصي تباصي لغايه ما بتلاقي ثغره بتخش منها. فهي دي بس القصه اللي انت دايما بتحاول تبقى انت انا متسيد المباراه. متسيد المباراه بمعنى ايه؟ اللي دايما الكره ما افتقدهاش. يوم ما افتقدها اول ناس اضغط اجيبها زي موضوع جوارديولا. هو موسيماني تحس اللي هو واخد فكر جوارديولا كده اللي هو ايه الاتجاه بتاع اللي انا كتير او افقد الكوره اقرب ناس اعمل الضغط. هو عنده فكر وانا بحب كده على فكره. انا بحب النظام ده اللي انا دايما اخلي الكره في رجلي دايما اخلي كده. طول ما الكره في رجلي يعني الفرصه الاكبر ليا اللي انا اجيب اهداف. غير لما انت الكره بتبقى مش معاك لعيبتك بتهمد لسه عايز رقم واحد تقطع وبعدين تروح تهاجم فاهم. غير لما انت الكره معاك انت ممكن في اي ثانيه من المباراه انت وارد اللي انت زي ما انت مستحوذ وارد اللي انت تجيب جون في اي طريقه. اخيرا يعني انت كنت لاعب خط وسط مدافع وكنت مواظب الاهداف. عايز اشوف يعني عمرو السوليه بالنسبه لمعتز زينو ديانج حمدي فتحي الثلاثه دول كانوا بيلعبوا في مركز معتزين شايف ادائهم ازاي خلال فتره؟ عمرو السوليه لو مسكناه رقم واحد يعني من احسن المواسم اللي عملها السنه دي. من ساعه ما جه النادي الاهلي ما شاء الله يعني عمرو لعيب كبير من هو في الاسماعيلي. بس انا شايف من الموسم ده بالذات من احسن مواسم. يمكن هو اكيد عارف وكل الناس والنقاد وكل الناس بتتكلم اللي ده احسن موسم فعلا عمرو عمله من ساعه ما جه النادي الاهلي وحسم مباريات مهمه بالتسديدات. ما هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه التسديد. يبقى اذا التسديد بيفك اوقات مباريات. فعمر بغض النظر عن الاهداف لا اداؤه في الملعب بيقطع كور شخصيته مفيش ميس باص كتير. لا يعني هايل عامل موسم هايل بصراحه. الوحش ديانج بقى لا ده لعيب اوروبي يعني ده ما شاء الله لعيب هايل في كل المميزات. سريع قوي في الالتحامات عايز تقيسه بقى فعلا تشوف الالتحامات اللعيبه اللي بتخش فيه بتقع. بتاع حسين الشحات في مباراه الوداد لما راح بسرعه قطع الكره خد الكره طلع عملها الباص. ده اصرار ده اصرار وعزيمه اللي انا بقاتل وبجيبها وبعمل هجمه مرتده وبعافر عليها ومن واحد واثنين وثلاثه وبعدين بديها لزميلي. لا غير كمان الجون ده عايزك تتفرج عمل كام واحده عنتريه كده محدش بيعملها غيره. اللي هو لما بيزق هو سريع بيروح عارف بيشق الملعب بيضرب لك اثنين خلاص انت كده ايه فكت عدى الخطوط عديت الخط خلاص انت بقى منك للمدافعين ضرب نص الملعب خالص. اخيرا حمدي فتحي بقى بعد عودته طبعا من الاصابه الطويله واداؤه المميز كمان. حمدي لعيب هايل حمدي لعيب هايل ربنا يوفقه انا بحبه جدا ولعيب هادي في الملعب راكز. بس هو مشكلته في الاصابات. ربنا يبعد عنه الاصابات. رجع بالسلامه بتمنى له كل التوفيق يفضل مركز وبيلعب جنبك اتنين كويسين. ربنا يوفقك ان شاء الله وتبقى اول بطوله افريقيا ليك ان شاء الله. ان شاء الله شرفتنا ونورتنا يا كابتن معتز. حبيبي يا اس وسعيد ان انا كنت موجود معاك في قناه النادي الاهلي والله وانا استمتعت بالحوار معاك. حبيبي يا اس ما تحرمش يا حبيبي. في نهاية حلقتنا النهاردة بشكر ضيفي اللي كان منورني وشرفني في برنامج الأشبال الكابتن معتز إينو اللي أنا استمتعت بالحوار معاه شخصيا. بتمنى له كل التوفيق مع فريق 2001. ما زال الحديث مستمر عن المواهب والأشبال داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. شوفكم الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من الأشبال. شكرا وإلى اللقاء.